في سحر المشرق نستحضر روح التاريخ العراقي الأصيل في قصر الإخدير، القصر الأثري في بادية كربلاء وسط العراق، والذي لا تزال أطلاله باقية، واستمد اسمه من الرقعة الرطبة التي يقع فيها الغنية بالحشائش والمروج الخضر. ويشكل هذا القصر بمخططه حلقة الاتصال بين طراز قصر المشتى من منشآت الأمويين وبين قصور سامراء التي أقامها الخلفاء العباسيون.